بعد كل لا حلال لا قزقز. الحين انت يا فاضل عباس متى بين القصر؟ قال امس العصر متى صرت معارضه ومتى صرت تتحدي الحكومه؟ والله العظيم ترى انت المعارضه شوفوا من تحطون، ترى هذه قزقز في الحركه ايام الحركه اليساريه ما لها ذكر. وين الحين جبتوه شقيتوه به وعطيتوه فلوس؟ انا الحين بحط لكم كلام فاضل عباس، بس بتحكي شوي عنه، بتحكي عن تاريخه. هذه انتمي للحركه اليساريه في البدايه وما كان رقم ولا كان شيء، ويوم يا عبد الرحمن النعيمي من الخارج اطرده من جمعيه، من جمعيه، من جمعيه وعد، مشاه ما عطاه ويه ولا شيء، راح وسوى له جمعيه. وهذه الجمعيه اللي سواها كان يتسول، كان يطر الفلوس للاشتراك، وتعرف من اللي رحت واي جمعيه رحت واتصلت بهم والشخص اللي اتصلت به، ترى انا كنت جزء من هذه القصه وانت تدري. اثنين، شخص مو في الجمعيه وشخص رئيس الجمعيه، والشخص اللي مو في الجمعيه توسط لك وقال دفعوا عنه اشتراك، والحكومه حطت لك مقر ودفعت عنه اشتراكات، وناس تجار سلموا لك الاشتراك. تبى اقول منه التاجر اللي دز لك الفلوس؟ زين، هاي القصه. كتبت تمدح في ليبيا واتصلت بالسفير الليبي السابق للنظام السابق لنظام معمر القذافي، وانا كنت المشرف وما زلت المشرف على المقالات، وقثيتني مدح في ليبيا، مدح في ليبيا، اتضح ان انت على علاقه بالسفير يعطيك فلوس. وزارة التربية والتعليم عطتك منحة دراسية أن تدرس ماجستير، ورحت أدرس ماجستير وتفرقت ماجستير داخل البحرين في جامعة البحرين وفشلت وقطعت عنك البعثة. قمت تكتب لي مقالات تسب وزير التربية وتهجم عليه لأن تبي تضغط عليه تسوي له لي ذراع بالقوة يرجع المنحة. قلت لك ما يصير تهاجم وزير التربية من غير حق، من غير أدلة، ما في شيء، ما عندك موضوع. فاتضح ان البعثه موقفين هلك، تبي تقول لنا انا كاتب وانا بشتمكم وبشتركم ولي ذراع. وقفنا مقالاتك التي تهاجم فيها ليبيا، قطعت الفلوس، رديت تهاجم ليبيا. اواصل واقول من عطاك اعضاء حسن مشيمع، واقول بعد من عطاك فلوس اسماء، ولا اكتفي؟ شخص مثل ذي يتسول يطر الفلوس، ما عنده اشتراكات، رايح حق جمعية هي أكبر جمعية الموالاة، أكبر جمعية في الموالاة، رحت لهم تطلب فلوس عدل لو لا أجيب لك اسمه، وتاجر من التجار عطاك فلوس. الحين انقلاب، صارت الحكومة بزينة، الحين صارت الحكومة والحكومة والحكومة والحكومة. هذا جزء من تاريخ فاضل عباس. وقف بعد في المقشع ذاك اليوم وقال كلام استفز فيه شعب البحرين عن بكرة أبيه. وقف وقال أسقطت قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات والمسيرات، اعتبر وجودهم في المقشع بترخيص من وزارة الداخلية هو انتصار وهو إسقاط لقرار وزير الداخلية. كل جماهير شعب البحرين أسقطت هذا القرار، ويقومون لك يسقط حمد، يسقط حمد بتنتن مالت ذاك تتن. الشباب يقول يتظاهرون ليل ونهار في الشوارع والقرى والجمعيات السياسية، أسقطوا قرار وزير الداخلية. ولا أخفيكم سراً، يقول لو لم تقبل وزارة الداخلية بما أرادت الجمعيات كان شفتوني أنا والشيخ علي هني ذاك اليوم، يعني يوم الجمعة، ومقولنا أسقطنا في بلاد القديم بالدم وبنسقطه هني بعد بالدم. ولكن يقول إذا وزارة الداخلية، لاحظوا والله في الكلام دي، لم ترتدع، يهدد وزارة الداخلية تهديدا مباشرا، يقول إذا وزارة الداخلية لم ترتدع في كلامه، ونأمل أنها تكون قد ارتدعت من المرة الأولى، وأنهم إن عادوا عدنا. مالت عليك والله، والحكي تقول حكي اكبر منك، انت تهدد وزاره الداخليه يا فضول، يا الضئيل، يا فاضل الضئيل، وان عدتم عدنا. ويقول لهم يلا تظاهروا بلا خوف،
والنظام يمارس العنف والدكتاتورية ويطالب بحل الشجعان. حل الشجعان مخذها من ياسر عرفات لأنه هو كان على علاقة أيضا بمنظمة التحرير يبي فلوس منهم، فمنظمة التحرير تعطيك فلوس، أبروح حمي دورون فلوس، راح لهم يبي فلوس. أقول لكم هاي طرار، طرار يا علي سلمان شيله والله العظيم. ويطالب بإقالة هذه الحكومة القاتلة، كل ذي من قاله فاضل الضئيل، فضول الضئيل. ضئيل أنت مالك رقم، مالك اسم، إذا ذاك شيء أنت أقل من شيء في الحركة الوطنية. أنت متى صيرت إلا هذي اللي طلعوك يبون يغلظون بك الصالونة، صدقت روحك عبالك أنت والله. حطوا يا جماعة، حط لهم، حطة آخر فانتك فاضل والله العظيم خرطي حطة. نعم، لقد أسقطتم قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات والمسيرات. نعم، لقد أسقطتم قرار وزير الداخلية بحظر التجمعات والمسيرات. كل جماهير شعب البحرين أسقطت هذا القرار. كل جماهير شعب البحرين أسقطت هذا القرار. الشباب الذين يتظاهرون ليليا في الشوارع والقرى والأزقة أسقطوا هذا القرار. الجمعيات السياسية، ولا أخفيكم سرا، لو لم تقبل وزارة الداخلية بما أرادت الجمعيات السياسية لكنتم رأيتوني ورأيتون الشيخ علي وكل قيادات الجمعيات السياسية في هذا الشارع اليوم. وكما أسقطنا في المرة الأولى بالدم في البلاد الخليم، كنا سنسقطه بالدم لو رفضوا في هذا الشارع. ودماؤنا ليست أعز ولا أغلى من دماء الشهداء الذين سقطوا، ولكن نقول إذا كانت وزارة الداخلية لم ترتدع، ونأمل أنها قد ارتدعت من المرة الأولى والثانية، ووجدت هذا التصميم الكبير من هذا الشعب في التواجد والحضور، فإننا نأمل أن لا يعيدوا الكرة لأنهم إن عادوا عدنا. ونحن واثقون أنكم أنتم يا جماهير شعب البحرين متواجدون في الشارع وتظاهروا بلا خوف، وتظاهروا بلا خوف. الخوف سقط منذ 14 فبراير. ولكن نقول أن النظام هو من يلجأ إلى العنف، وهو من يستبيح هذه الدماء، وهو من يمارس الدكتاتورية. ولكن المعارضة ما زالت مصرة وتأمل بأن يكون هناك حلاً، بأن يكون هناك حلاً للشجعان. نأمل من ملك البحرين بأن يدعو بأن يقوم بتغيير الشجعان، بأن أولاً يجمد هذا الدستور المنحى، ثانياً بأن يقيل هذه الحكومة القاتلة، لتكون هناك حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كل الأطياف في المرحلة الانتقالية. ونأمل أن يكون هناك بشكل مؤقت إعلان دستوري يتفق عليه بين الحكم والمعارضة للمرحلة الانتقالية. هذه القضايا لا تحتاج إلى حوار، هذه تحتاج إلى قرار شجاع من ملك البحرين، ندعوه إلى تغيير الشجعان. هذه كلام فاضل، هذه كلام فاضل. إذا صارت المعارضة بعد فاضل عليه السلام، أنا أقول لكم عليه السلام، المعارضة اللي يتكلم عن شروطها فاضل عباس يقول لازم نأمل أن يكون هناك إعلان دستوري سمعتوه تتفق عليه الحكومة والمعارضة في المرحلة الانتقالية. بس الحكومة والمعارضة والناس ما لهم كار، مكونات الشعب الأخرى يلا برع طلعوا. هذه اللي يقوله، ويطالب باتفاق بين الحكومة والمعارضة. نعم، والباقي يقول مالهم بما معناه كلش برع. خوش حكي يا فاضل الضئيل.
هذه قضايا يقول يعني المرحلة الانتقالية والحكومة الانتقالية قضايا لا تحتاج إلى حوار ولكن إلى قرار شجاع من ملك البحرين، ندعوه إلى تغيير الشجعان. سمعتوا يقلد ياسر عرفات، يحط كلمة من مني بايقها واقتراح من مني ويعطونهم اقتراحاتهم، أنتم ما لقيتوا إلا فاضل تعطونه، هذه اللي تيتي، هذه مو برقم، هذه مو باسم، هذه مو بمناضل، هذه ما لها علاقة بالحركة الوطنية. دوروا لكم أوادم عدلة، أوادم تقنع، أوادم لهم تاريخ، دش اليسار ودش مدري وين وطاق مدري وين وراح بعد مدري في أي تنظيم ثاني سلفي وطردوه. ندري بسالفة التنظيم السلفي اللي قالوا لك لا تدش الخيمة، بغيت تدش معاهم وقف لك رفيجك وقال لك أنت لا تدش غير مرغوب فيك، بس عاد لا تخليني أطلع كل أوراق، حط لي فاصل يا أخي، حط لي ذبحني هذه.